تشارك البحرية الملكية ضمن 50 قوة بحرية ومنظمات إقليمية بالمناورات البحرية الدولية إيميكس وكيتلاس وإكسبريس، المقرر أن تنتهي في 16 و17 مارس. المناورات متعددة المسارح ستعرف مشاركة 7000 عنصر، 35 قطعة بحرية و30 من العتاد غير المأهولة، متوزعين بين بحر العرب، خليج العرب، خليج عمان، البحر الأحمر، المحيط الهندي والسواحل الإفريقية الشرقية. وفي خبر آخر، خطة جديدة من الحكومة الفرنسية لإخضاع المغرب. وفي التفاصيل، فضح تقرير مخابراتي فرنسي من حيث لا يدري لجوء فرنسا إلى الخطة باء بعد فشلها في تحقيق أغراضها من خلال خطة أليفة التي قامت بها على الضغط على المغرب في مسألة تأشيرات وقضية تجسس بيغاسوس. فقد اعترفت الحكومة الفرنسية في هذا التقرير المخابراتي بأن الدولة الفرنسية صارت في موقف محرج وأصبحت الخاسر الأكبر في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها المغرب، التي كان أولها إبرام اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات، والذي يعد مثابة خريطة الطريق في مجال التعاون العسكري والدفاعي، ما يمنح أمريكا الأسبقية في التعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب وغيرها من التهديدات العابرة للحدود مع المغاربة، بينما لم يعد لفرنسا حضور في هذا الإطار. الحكومة الفرنسية والخطة الخبيثة. وقد صارت هذه الخطة الخبيثة التي كلفت الحكومة الفرنسية مخابراتها منذ أزيد من 6 شهور بإعدادها من أجل إخضاع المغرب لتوجهاتها جاهزة الآن لا ينقصها إلى تأشير رئيس إيمانويل ماكرون عليها. وتقوم هذه الخطة في الأساس على تسريب مبالغ مالية التي أودعتها شخصيات مغربية وزينة في حساباتها البنكية في فرنسا وكشف عقارتها ومشاريعها هناك. وهمت هذه الخطة الحسابات والمشاريع الخاصة بهذه الشخصيات المغربية في كبريات مدن فرنسا على رأسها العاصمة باريس ومارسيليا، مع منح القضاء الفرنسي الإذن بفتح عدد من الملفات الحقوقية المفبركة ضد شخصيات مغربية أخرى، وكل هذا في محاولة ابتزاز المغرب ووضعه أمام الأمر الواقع. وفي هذا الإطار استفسر مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيمي وفق ما أفادت به مصادر عالمة سكرتاري الرئيس ماكرون حول موافقته من عدمها حول الخطة الهادفة إلى جعل المغرب يعود إلى صف علاقاته بفرنسا بعدما صار يقارع الحجة بالحجة ويطالب بإعلان موقف صريح وواضح من قضيته الوطنية الأولى إن هي أرادت مواصلة علاقاتها الطبيعية معه. ولجأت المخابرات الفرنسية إلى هذه الخطة البديلة بعد فشل الخطة الأولى التي ارتكزت على الضغط على المغرب في مسألة التأشيرات وقضية تجسس بيغاسوس، لكن يبدو أن كل ذلك لم يعطي النتيجة المرجوة، ما جعل حكومة ماكرون ترفع الإيقاع من خلال اعتماد هذه الخطة الجهنمية الجديدة. وتقوم الخطة باء للمخابرات الفرنسية التي تطرق لتفاصيل التقرير الاستخباراتي الذي قدمه مدير المخابرات برنارد إيمي إلى رئيسه ماكرون على تسريب تقارير سوداء تهم الشأن الحقوقي والسياسي في المغرب ومحاولة خلق بلبلة وانشقاق في المجتمع المغربي من خلال تسريب الحسابات والمشاريع الخاصة بشخصيات مغربية وزينة في فرنسا وفي غيرها من بلدان العالم. ما رأيكم في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.